أكدت حكومة قبرص التزام شركة إيبي البترولية الإيطالية بمواصلة التنقيب عن الغاز شرق الجزيرة رغم معارضة تركيا القوية لذلك. وأعلنت حكومة قبرص في بيان صدر في أعقاب اجتماع وزير الخارجية القبرصية نيكوس كريستودوليس في روما مع لابوبستيتلي نائب رئيس مجلس إدارة شركة إيني العملاقة أن شركة إيني مصممة على تنفيذ عملية حفر استكشافية في 6 مناطق قبالة قبرص، حيث أصدرت نيوكوسيا تراخيص للشركة الإيطالية بهذا السبب.